الشمر جهت لينا نجينا نجينا حوات الشمر جهت لينا نجينا نجينا حوات الشمر جهت لينا نجينا نجينا إذن كما تتابعون معنا مشاهدي قناة اليوم 24، ما زلتم معنا في هذا المباشر هنا من حي بن كيران المعروف بحومة الشوك، ونحن نواكب معكم مسيرة الفرحة لدى ساكنة حي بن كيران، أطفالا وشبابا وشيوخا ورجالا عبروا عن فرحتهم بكلمة القضاء بخصوص هذا الملف العقاري الذي يتابعه الرأي العام الوطني والمحلي. إذن هذا هو المدخل الرئيسي لحومة الشوك الذي يتوفر على حوالي 1700 منزلا، كان معنيا بقرار الإفراغ بعدما طالبت الشركة العقارية بإنجاز مشاريع سياحية واستثمارية على هذا الوعاء العقاري الذي يبلغ أكثر أو تبلغ مساحته حوالي 14 هكتارا. إذا نشير مشاهدي قناة اليوم فقط بأن هذه المسيرة انطلقت من أمام مقر المحكمة الابتدائية بطريق تطوان في اتجاه حومة الشوك، والتي تعبر عن فرحة الساكنة بالحكم الصادر في حق الشركة المعنية بعدم قبول الدعوة بعد 4 جلسات ماراثونية تقدم فيها دفاع ساكنة الشوك بعدة وثائق تثبت أحقية الساكنة في ملكهم لهذا العقار وبنائهم لمساكنهم المتوفرة على طابق أو 3 طوابق أو 4 طوابق، ويتوفرون على ملكية ومستندات تثبت أحقية حصولهم على هذه البقع الأرضية منذ حوالي 50 سنة.
إذا مشاهدينا الكرام تحية لكم أينما كنتم، تابعوا باقي تفاصيل هذه القضية في روبورتاجاتنا القادمة. كان معكم عبد الملك العقل من طنجة، إلى اللقاء.